مشاهدي اوريزون تي في، اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من برنامجكم زوم سبور، وسعيد جدا ان يكون معي خلال حلقه اليوم الزميل الصحفي سي محمد روحلي لمناقشه اهم المواضيع او اهم ما يروج في الكواليس حول قضيه او فضيحه رادس ان صح التعبير، المباراه الشهيره اللي لم يكتب لها ان تنتهي ولو في ردهات المحاكم حتى الان، مباراه التي كما قلت سبق وجمعت بين فريقي الوداد والترجي التونسي. سنتكلم عن مجموعة من الأمور، المعطيات التي تروج مؤخرا إلى أي حد يمكن نقول على أنها صحيحة، هل يمكن أن تغير شيء ما في القادم، وكذلك حتى البلاغ ديال فريق الوداد الرياضي. سعيد مرة أخرى أن يكون معي زميل الصحفي سي محمد روحلي. سي محمد مرحبا بك. مرحبا وتحية للمستمعين او النظار الكرام. شكرا سي محمد على التواصل ديالك معنا، ودائما لما كنتصل بك تكون حاضر معنا، شكرا مره اخرى. لا مرحبا، هذا واجب. لا يخطيك سي محمد. بدايه قبل ما نمشيو للوداد، نتكلموا فقط في قوس على الحجر الصحي، كيفاش كتشوف الوضع الان بعد ما يمكن نقول انه الحالات الحمد لله بدات كتضاءل، الشفاء بدا كيصعد الرقم ديالو وارتفع العدد ديالها، واش كتقول انه الناس شويه بحال بدات كتيق وبدينا كان بحال بين قوسين كنغامروا شويه لانه الوقت مازال؟ لا، الملاحظه هو هي هذه، بان الناس شويه بداو كياخذوا واحد الايقاع بسرعه ديال الحياه العاديه، احنا ماشي في امور عاديه، لا زالت هناك اصابات، لا زلنا بعيدين كل البعد عن حاله صفر، حاله صفر ما وصلش لها دول كاع متقدمه فبالاحرى احنا، وبالتالي دار ضروري خصنا دائما نحتاطوا، دائما نحترموا. صحيح بان مفروض علينا ان نرجعوا للحياه العاديه ولكن بايقاع وتدرج. احنا لاحظنا، انا كنت شخصيا كنت مشيت لاغراض شخصيه والقاهره، لقيت مازال لكن رجال الامن كيراقبوا، بالفعل كيراقبوا وكيتفاهموا كذلك خروج ديال الناس للضرورة، ولكن ملاحظ بين الناس اخرين خارج الضرورة، ناس بغات تمشي للبحر، ناس بغات تمارس الطقوس الخاصة، وهذا يعني خطر اللي يمكن يدير واحد الانتكاسة لا قدر الله اللي ماشي ما نقدروش نواجهوا العواقب ديالها. فالمفروض ان نرجعوا للحياة تدريجيا، ولكن شريطة ان نحترموا المسائل الأساسية. نعم. وهي دير الكمامات، دير وسائل التعقيم والتباعد، هاد الشروط هذه فالمفروض تبقى لعدة شهور وليس لأسابيع. نعم. لأن قلت إن مستبعد أن نوصل لحالة الصفر بسرعة، ولكن حتى ولو نوصل لحالة الصفر إن شاء الله يكون في أقرب أجل، خاصنا هاد الإجراءات نبقاو نحترموها، خاص الاحتراز يبقى واجب، الحيطة تبقى ضرورية. لأن علاش؟ لأن أننا خرجنا الحمد لله اقل خسائر من الناحيه البشريه في هذه المرحله هذه، فنتمنوا ان هذه الخسائر تقعد عند حد، على اساس ان نلتزموا جميعا بهذه الاجراءات اللي كديرها السلطات العموميه واللي تحقق بين فهاد واحد الكفاءه عاليه. نعم. في اتخاذ هذه الاجراءات والمسائل الاتفاقيه. بالفعل اننا تقنا في اجهزه الدوله وكانت في موضع ثقه، ولكن الانسان العادي خاصو يحترم ويتبع الاجراءات. ما فيها باس انك شنو طلب منك؟ طلب منك دير الكمامه ودير مسائل التحقيم والتباعد. نعم. هذه هي وتقلل من الخروج، ما كاينش شي حاجه، وديك التجمعات اللي ما فائده منها، اللي نحن باقيين باقي كل البعد عن الروح الحياه كما كنا كنمارسوها من قبل. نعم سي محمد، نمشيو للموضوع الابرز اللي الكل كيتكلم عليه، هي المباراه الشهيره اللي كما قلت لم يكتب لها ان تنتهي، والكل شاهد ما حدث في المباراه اللي جمعت ما بين الوداد والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وشفنا على انه كان المباراه ما كملاتش بسبب مجموعه من الاسباب من بين الظلم التحكيمي والفار اللي ما كانش وما الى ذلك. يمكن انه لجنه الاستماع اللي كانت يوم الجمعه الاخير واللي استمعت
لرئيس الكاف احمد احمد ومجموعه من المتداخلين، وكان هذه الجلسه كانت يعني كما نقولوا سريه. فمن بعدها مباشره خرجت مجموعه ديال التصريحات. هناك من يقول بانه احمد احمد قال بانه تعرضت للتهديد وما الى ذلك، وكان من المحتمل سمع لانه قالوا لي تقدر تكون ثوره ويمكن هذا الشيء اللي خلاه يعطي اللقب. قاسم حكم لي تكلم على انه اعلن على توقيف المباراه بقرار من الكاف ونهى المباراه، وما قال بانه لاعبي الوداد ماشي ما بغاوش يكملوا المباراه ولكن بغاو يرجعوا للفار باش يشوفوا صحه الهدف وما الى ذلك. هاد الاراء اللي كنسمعوا الان سي محمد الى اي حد يمكن نقولوا بانها راه صحيحه؟ لان المتتبع العادي لما كيسمع مثل هاد الامور يمكن صافي بحال عطيتيه خبر صحيح، علما بانه حتى واحد ما عنده المصدر الحقيقي شنو تقال في الجلسه ما بين الطاس ولا كذلك المتداخل. لا، هو المؤكد لان مساله اللي ما فيهاش نقاش نهائيا وما يمكنش ناولوها او نزيدوا عليها ان الوداد تعرض ظلم. والوداد تعرض ظلم فادح، والوداد موقفه تاريخي. يعني قلت دخل تاريخ، فالتاريخ علاش؟ لانه هو كما كنقولوا بلغتنا الدارجه وضع البيضه في الطاس. نعم. والطاس الان اللي المفروض انها تنصف الوداد. صحيح ما راح يدير الدعوه والدفوعات والشيء والشكليات اللي دامت تقريبا سنه، بينات بان فعلا الوداد تعرض للظلم وكان حقه يدافع الملف ديالو، من حقه يطالب بالانصاف، من حقه يطالب تكافؤ الفرص اللي كانت منعدمه في مقابله راس. موقف الوداد صبح رموز فساد داخل القاره، واللي احنا ما كنا عارفينهم ولكن ربما ما كانش عندنا الجراه ان نفضحوهم، ما كانش عندنا الامكانيات اننا نواجهوهم. والان المعطيات تغيرت على المستوى القاري، المغرب ولا حاضر بقوه، عنده تمثيليات مهمه، والانديه ديالو بدات كتفهم او بين قوسين لغه الدرجه الاولى بدات كتعيق باللعبه. بركه انك دوزوا على الدكاكه بهذيك الطريقه، بركه ما يمكنش. ودليل بان شوف عدد ديال الالقاب اللي حصلوا عليها بعد الدول اللي يعني شيء كثير. فواش هذاك الشيء كله كان استحقاق رياضي؟ لا اظن. لان حتى اللقطات دابا انا كنشوف بعض الاهداف اللي كيماركيو الترجي، شي ماركي فيدو، شي اورجو، شي والحكام كيتغاضوا على ذلك. يعني كفى كفى من هذا التسلط ومن هذا الفساد اللي يعني كيتمارس داخل القاره، اللي ما تستحقش كل شيء هذه اللقطه هذا، وما تستحقش هذه الصوره الصادمه اللي كنعطيو للعالم. افريقيا فيها مواهب، افريقيا فيها شباب طموح، فيها امكانيات، خاص الرموز ديالها الناس اللي كتحكموا في هذا القرار يكونوا عادلين ويحتكموا المنطق والاستحقاق الرياضي اساسا. اما التلاعبات فبركه منها، وجات الموقف التاريخي ديال الوداد بين بينا ان يمكن نواجهوا هذا الفساد ويمكن ندفعوا في اتجاه ايجابي ويمكن نقويوا اصوات ديال الحق واصوات اسواق ديال العدل واسواق ديال النزاهه وديال نظافه اليد. يمكن ندفعوا في هذا الاتجاه ونبرزوا هذه الشخصيات وهذه القوى اللي حقا اللي كانت مغيبه نظرا لهذيك السيطره ديال المفسدين داخل القاره. نعم. الان الوداد مشات الى اخر مرحله في التقاضي، هي وتبين بان حتى الوداد فهمت شروط اللعبه باش تدافع على راسك على مستوى الاجهزه الدوليه وخاصه المحكمه الدوليه. بينات بان فهمت وبين تجاوزت بعض الاخطاء اللي كانت والتسرع اللي كان في بعض المراحل. صحيح بان لاكاف في كل مراحل الدعوه كان دائما منصف الوداد، ولكن الوقت اللي ولات وصايه على لاكاف من طرف فيفا استفرد رئيس اللجنه التاديبيه اللي هو من جنوب افريقيا، واللي كنقول جنوب افريقيا كنفهموا الخيط الرابط اللي بينه وبين بعض رموز الفساد داخل القاره وان عداءها تاريخي المغرب، كان ذاك القرار اللي ضرب قرار ديال اللجنه التنفيذيه اللي كان اقر باعاده المباراه وعطى الاسبقيه ولا اللقب للترجي. فهنا عاود رجعت الامور داخل لاكاف الى شكلها العادي، ما بقاش ذاك الوصايه ديال لافيفا، ولات ان السلطه عند المكتب التنفيذي وعند اللجان ديالو. الوداد قلت بان استفدت كثير من التجربه، ودليل هو اختيارها محاميه سويسريه لكل ما يروج وما يقال بانها كانت في المستوى العالي
وبانها فاهمه الملف مزيان وفاهمه تفاصيل القرار كيفاش كتصدر عن هذا الملف. وبالتالي حسب ما يروج ثاني كذلك بانها كانت وقفت الند للند امام الخصوم ديال الوداد واحرجتهم باسئله وعطات معطيات وكيفت الملف ديال الوداد ومدفوعة الوداد من الناحيه القانونيه اللي حقها كانت مقنعه الى حد كبير. بناء على هذه المعطيات اللي تكلمتي وعلى المحامي اللي دافعت بشكل كبير على ملف الوداد، واش نفهموا من خلال انه الا تكلمنا على المرحله الاولى اللي كانت كفا الوداد اللي كانت دائما كتخرج بتصريحات وكانت كتكلم على انه ما حدث وما يروج وما الى ذلك. الان شفنا العكس، ان الوداد كما نقولوا حنا ساكتين، في حين الترجي دائما كنشوفهم كيخرجوا للوسائل الاعلام وكيتكلموا. واش يمكن هنا بطريقه او باخرى نحسوا على انه الملف ديال الوداد الان افضل بكثير من المره الاولى، ويمكن انه الناس ديال الترجي حسوا بالقوه ديال الملف ديال الوداد وبذلك خرجوا كيتكلموا كيبرروا لا الملف جا كيتكلم على المباراه، هل الوداد انسحبت ام لا؟ واش هذه طريقه ديال الدفاع؟ لان بدينا كنشوفوا الناس ديال الترجي بحال هما اللي كيدافعوا، في حين المره الاولى كانوا هما لا احنا صافي خدينا اللقب وما الى ذلك. هنا بدينا كنحسوا بانه ممكن ان التصريح حتى رئيس التصريح ديال اللجنه القانونيه داخل فريق الترجي، التصريح ديالو ما بينش ان النادي التونسي مرتاح للطريقه ولا الامور كيفاش مشات داخل الهيئه التحكيم الدوليه. ممكن تحجج باللغه، تحجج عدم الاستماع جيدا لان كانت الامور عن بعد، يعني جلسه مطوله ربما، يمكن تبريرات او وسائل ضغط اخرى تمارس، لان شوف الفاسد دائما راه كيكون عند اشياء اللي استباقيه. حنا كنعرفوا هذه المسائل هذه. ما يهمنا نحن ان الوداد موقف سليم، لان علاش انها تدافع عن حق؟ صحيح لان كما قلتي بعض التفاصيل اللي تحكمت في المراحل السابقه ما مشاتش بالشكل اللي كنفرض انها تمشي، وحتى التسرع التفاؤل اعطى نتائج عكسيه. وهذا التصرف في التفاؤل وهذا النتائج العكسيه اللي ما كنتمناش انها توقع تحدث الان. لان الان حسب ما راجع من التسريبات بانها بشكل يقين، فين كتبقى غير تسريبات، من العلم ان الجلسات مغلقه باللغه الانجليزيه، بعض التفاصيل اللي غايبه علينا، فيه تصريحات واخبار ومصادر بعدهم متضارب بعدها يمشي في اتجاه، ولكن الاتجاه العام مشى وما يروج داخل الصحافه الوطنيه من مواقع وجرائد وقنوات ان التصريحات كانت ايجابيه للوداد. والحال ما خصناش نكونوا يعني متسرعين ومتفائلين بهذه الدرجه، لان اخاف اننا نبيعوا الوهم مره اخرى للجمهور. جمهور ديال الوداد خاصة والجمهور المغربي عامة، صحيح بان متبع عن كتب هاد الدعوة، متبع اخبار ديالها والتفاصيل ديالها، وحقا اطمأن نوعا ما لهذيك التصريحات ديال احمد ديال نائب رئيس الكاف، ديال مندوب المقابلة، ديال الحكم، ولكن يعني بعض المرات راه غير تغيير التعابير كتغير القرارات. نعم، وهذا اللي خصنا نتابعوا ليه. نعم، لان الكل يجمع ان ما كانش الامن بعد مقابله، بعد نهايه الحكم اعلن قسما، والوداد ما بقاتش كتهضر على الفار دابا، بقات كتهضر على الامر بانه ما انسحبوش. الاسباب هذه هي اللي الفجر مشات بها الوداد. وانا شخصيا ما غاديش نهضر على راسي، ولكن كنت منذ البدايه اول حديث ديالي والاول مقال ديالي على الموضوع حذاري ان يتاكد منها الوداد ان يدفعوا في اتجاه الخصم ديالو، قلنا الوداد انسحبات. فاذا كانت دفعوا في الاتجاه وتقرب ان فعلا الوداد انسحبات فتكون عقوبات اللي ما كنتمناوهاش، في حين الوداد ما انسحبات، الوداد رفضات انها تلعب بهذيك الطريقه. رفض دابينا قلتوا لنا الفار خصو يكون، وانا كنت شفت البارح شفت واحد التغطيه ديال واحد القناه فرنسيه، هذاك المذيع اللي كان كيتحدث قبل بدايه المقابله كان في علمه بان الفار راه حتى ساعتين قبل المقابله فيه مشكل. وهذا المعطى هذا ما كانش غايب علينا احنا كجانب مغربي، تفاجئنا اثناء المقابله. واش الحكم قال لعميدي الفريق بان هذا الشيء ما خصوش يكون لان اذا كان الفار ما كاينش خصو يكون بالاخبار، يكون محضر
اخبار كتابي. اما قلت ما قلتش هذاك الشيء في الناحيه القانونيه لا يعتد به، وكاين فيه نوع ديال التحايل. نعم. قلت بان ما خصناش نتفاعلوا كثير بهذه التصريبات اللي كاينه، وباش من باش ما نغلطوش الجمهور مره اخرى، باش ما نبيعوش لهم الوهم. انا الوداد اول واحد غادي يصفق ونتمنى انها تنتصر، ولكن صعب كثير حسب ما راه الصوره ان يجرب لقب من ترجي وتطلع الوداد في هذه الحاله. ربما اعطيت كثير، واش ممكن ان طاف قرارها يكتفي بعقوبات او تعويضات او توقف؟ الله اعلم، ما عرفش. ولكن فرض ان الوداد كيف ما كان الحال، انها كيف ما كان القرار اللي غيصدر عندنا، ان الوداد انتصرت. نعم، وهذا واضح. يمكن انه اللي يبين على ان الوداد صاحبة حق هو مجموعه من القرارات اللي اتخذت، من بينها المباراه النهائيه كانت غتلعب في ملعب محايد، واقاله مجموعه من الاشخاص، يمكن هذه امور، وحتى التاخير في القرار، لان ملي كتبقى تاخذ وقت فكتبين على ان هذاك اللي جاي راه صاحب حق. فلو كان انه مثلا الوداد ماشي غلط، ماشي من حقه ولا ما مظلومش، راه غتجي غيقول لك لا خويا داك الشيء عندك ماشي هو هذاك، وغيتسد الملف. محمد مشي معك كيستمر سنة دابا الان. نعم، مشي معك بسرعه لان الوقت ضيق نوعا ما. مشي معك البلاغ ديال الوداد لما قريتيه كيشكر الجمهور، قال بانه احنا ما خرجنا الاعلام ما تكلمنا على حتى شي حاجه لان داك الشيء كان سري، تكلم على مجموعه من الامور. قراءتك لهذاك البلاغ سي محمد؟ هو البلاغ فيه جا فيه مجموعه ديال العموميات، لدرجه ان الواحد يمكن يتساءل واش كان ضروري يخرج هذاك البلاغ. انا اعتقد بان البلاغ فيه رد على جوج شقين. شق على الباب اللي كيحاولوا يدفعوا في اتجاه وتاثير الناحيه الاعلاميه القرار النهائي، يمكن لان حتى هذا الغموض اللي جا في الفقره الاخيره على من كيرد الوداد. ثانيا او ان كبر الذمه ديال المسؤولين ديال الوداد بان ماشي وراء التسريبات. نعم، لان الشروط ديال المحكمة الدولية تحرم ان كاع بحال البلاغات ما يكونوش. نعم، ان تكون الصمت شامل في التعاطي مع هذا الملف الى حين صدور القرار. الان جاء بلاغ ديال الوداد، ربما باش تفرض على ادارة الوداد انه يديروا. انا شخصيا بالنسبة لي ما كانش عنده يعني اهمية الصدور ديالو في هذه المرحلة. ربما كان من ناحية الاخبار قبل ما تبدا الجلسات، ان تخبر بان الجلسات غتبدا، وبان الوداد راه حط الميز ديالها، وبان بعض التفاصيل اللي مسموح بخروجها. اما الان بعد انتهاء المداولات كيخرج هذا البلاغ، قلت فيه مجموعه ديال العموميات، وفيه غموض كبير خصوصا الفقره الاخيره، ان الوداد قلت يا اما انها كتحاول ترد على بعض الناس يدفعوا في اتجاهات اخرى، سواء من الجانب التونسي او بعض الاوساط المغربيه اللي ربما ما عجبهاش الحال بالنسبه للوداد ان تدافع على راسها، وهذا ماشي من حقهم تماما. ثانيا او انك تبرئ الذمه ديالها، لان خرجوا مجموعه ديال التسريبات حول تفاصيل التصريح شنو قال، التصريح شنو قال، ربما ما كانش مقبول انه يخرج، وما باش الوداد تبرئ ذمتها، لان جلسات سريه والدفعات ما كانتش معروفه. فشكون اللي كان الجهه من المغربيه اللي كانت عندها الحق انها تتبع هذا الشيء؟ ما عرفتش. نعم، هذا سؤال. نعم، ربما واش الوداد كتحاول تبرئ نفسها، لان خسر التسريبات واش صحيحه ما صحيحاش الله اعلم. نعم، ولكن كيف ما اسمح لي كان الحال بان قلت تفضل نعم تفضل. نعم، قلت بان كيف ما كان الحال فموقف الوداد من ناحيه انها دفع حقها موقف سليم جدا. كيف ما كان القرار فهو انتصار الوداد. ثانيا الايجابي كذلك انها عمقات واحد الثقافه القانونيه اللي كانت مغيبه علينا، ان حنا كنت دابا الان كنتصارعوا مع نادي تونسي عنده ديبارتمون جوريديك مسؤول عليها استاذ ديال القانون في الجامعات التونسيه وخبير دولي. فهاد البنيه القانونيه اللي خاصها تكون عندنا كذلك داخل انديتنا، ودار واحد الهيكله، لان هذا الشيء تعاطي على المستوى راه ماشي هاد القضيه ديال ليسونس كاليفي ماشي كاليفي. احنا بانت بان احنا المغاربه كيطيروا في هذا الشيء. نعم، ولكن اللي وصلنا للجانب القانوني على المستوى الدولي والدفعات والشكليات والمرافعات لقينا مشكل، ولينا كنستعانوا بخبره اجنبيه. نعم، فكنتمنى بان الثقافه القانونيه تكون حاضره في التفكير المستقبلي للانديه،
وتكون عندنا مصلحات ولا مديريات قانونيه قائمه الذات اللي جاده ان في اي مرحله من المراحل انها تدخل وتدافع الحق ديال الفرق المغربيه والانديه المنتخبات. نعم، شكرا جزيلا سي محمد على المشاركه ديالك والمداخله ديالك القيمه معنا في برنامج اليوم حول موضوع المباراه التي لم يكتب لها ان تنتهي حتى الان ما بين الوداد والترجي. شكرا مره اخرى سي محمد. شكرا لكم. شكرا سي محمد الزميل الصحفي محمد الروحلي اللي تكلم معنا على الموضوع ديال فضيحه رادس او المباراه الشهيره اللي كيف قلت عرفت ظلم واضح لفريق الوداد الرياضي في تلك المباراه، ونتمنوا انه القرار اللي يمكن غيخرج في الايام القليله القادمه يكون في صالح فريق الوداد الرياضي لانه صاحب حق. مشاهدينا كنا نتكلموا على البطوله الوطنيه وكيفاش يمكن غترجع، ولكن الوقت ضيق. ان شاء الله يوم الاربعاء في حلقه يوم الاربعاء ان شاء الله سنتكلم على البطوله وكيف ستعود وباي طريقه وباي سيناريو. بذلك مشاهدينا وصلنا الى نقطه نهايه برنامج زوم سبور، على امل اللقاء بكم في فرصه قادمه. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.